السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو كنظن باللي بزاف فيكم سمعوا بان كانوا شي تحديثات بخصوص السياسات ديال اليوتيوب اللي كتبقى متجدده باستمرار، مخافه اننا نخسروا العائله ديالنا اللي كتكون حاليا من 25 فرد. القناه ديالنا حاولنا نديروا منها نسخه احتياطيه اللي كيف ما القليل منكم شافوها، دونك هي كاينه في لاباج داكوي ديال القناه، وغادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. حاولوا تابوناو فيها كاملين باش لا قدر الله وتغلقات القناه او لا طرات فيها شي حاجه ما نفقدوش كاع الناس. دونك اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يحاول يدخل يتابوناو في ديك لاشين الاحتياطيه اللي كتحمل نفس الاسم ديال قناه توب جير ماروك، مع اختلاف بسيط حاليا فيها فيديو واحد، ولكن غادي نحاولوا نخليو فيها كذلك بعض الفيديوهات اللي غادي تنكب كذلك في عالم السيارات. بقاو معنا، ندوزوا مباشره للفيديو. جمعنا لكم في هذا الفيديو ثلاثه ديال السيارات النفعيه اللي تعاودات في بزاف ديال الكومونتير، خصوصا السيارات الكادي. غادي نحاولوا نهضروا على هذه السيارات كيف العاده، المميزات ديالهم وكذا العيوب اللي كتسجل عليهم، وكذلك الاسمنه ديالهم في السوق المغربيه. اول سياره غادي نبداو بها هذا الفيديو هذا هي سياره البيجو في النسخه البيبر ديالها. هذه السياره اللي تم الصنع ديالها بشراكه بين شركه سيتروين والبيجو، واللي اعتمدوا نفس البلاتفورم في الفئه هذه. سياره رغم الحجم ديالها الا انها كتوفر سياقه مريحه، مع ابعاد كيف ما كتشوفوا في الصور كتبقى مزيانه بالنسبه للحجم ديالها، يعني المشاكل ديال ستاسيونمون ما كاينينش. السياره يمكن استعمالها بشكل اللي كيبقى شخصي وكذلك مهني بالنسبه للناس اللي باغين السياره يخدموا بها. السياره بكفاءه مقبوله وباستهلاك ممتاز، ما كتكونسوميش بزاف وكتبقى صديقه للبيئه بحكم ان الانبعاثات ديال ثاني اكسيد الكربون ديالها كيبقاو قليل. السياره كانت طرحات في الاسواق بجوج ديال المحركات، محرك اسانس ومحرك ديزل، علما ان المحرك الوحيد اللي متوفر في المغرب هو المحرك ديال الديزل هذا الاخير، واللي كاين من سعه 1400 سي سي باربع ديال الاسطوانات وبقوه ديال 70 حصان. محرك رغم الصغر ديالو الا انه كيوفر عزم مزيان لهذه السياره هذه، وكيخلي هذه الاخيره تمشي مرتاحه في الطريق وبغض النظر الحموله ديالها. هذا المحرك موصول بنقل حركه يدوي من 5 ديال السرعات. السياره كتبقى براتيك، واهم ما كتميز به هذه السياره هذه هي المساحه الداخليه اللي كتوفر، سواء من الداخل ديالها او لا من حيث الكفر. لي زوبسيون اللي فيها كيبقاو بازيك بحال جميع السيارات النفعيه، ما غاديش نعممو، كاينين اختلاف، كاينين بعض الفئات اللي شي شويه مجهده عليهم. الثمن ديالها في اللونسمون ديالها في المغرب كان مزيان، تيبدا من 129900 درهم، دونك تقريبا 13 مليون، والنسخه العامره ديالها كتبلغ 14 مليون، دونك ما بين النسخه الاولى والثانيه كاين 10000 درهم تقريبا ديال الفرق. من حيث لي زوبسيون السياره ناقصه بزاف، ما كاينش شي حاجه يعني تذكر اولا نحتاجو نزيدوها ولا نضيفوها في هذا الفيديو هذا كتعليق. كتبقى عاديه بامكانيات عاديه، باعطال اللي شبيهه بالاعطال ديال المحركات ديال البيجو. غير حاليا السياره مازال جديده، ما كيتسجلوش عليها بعض العيوب اللي تقدر تخلي الواحد يخاف منها، دونك العيوب كتبقى نورمال والكفاءه ديالها نورمال. دونك هذه هي نقدروا نقولوا بان هذه السياره اللي اقترحنا لكم في الاول كتبقى هي النسخه الاضعف في هذا الفيديو هذا. من المعروف ان هذه السيارات ديال الاستعمالات المهنيه كتعتمد فيها شركات على اصدار فئات كتفتقر لبزاف ديال الكماليات نظرا للاستعمال ديالها، لكن المصنع الايطالي اعتمد في الاصدار ديالو فهاد الفيات دوبلو على جوج من النسخ كيختلفوا من حيث الكماليات. السياره كتوفر ابعاد مثاليه جدا مع مساحه داخليه من بين الاوسع في جميع الفئات. ابرز ما كتميز به هذه السياره هذه هو المحرك اللي فيها، كيبقى اقتصادي جدا واكثر اقتصادا من السياره الاولى اللي هضرنا عليها، مع توفير عزم دوران وقوه اللي كيبقاو ممتازين مقارنه مع السياره الاولى. المحرك ديال هذه السياره هذه كيبلغ 1400 سي سي بربعة ديال لي سيلندر و16 صباب ديال الوقود. المحركين المتوفرين في هذه الفئه هذه كاينين في 90 حصان وفي 105 ديال الاحصنه. محرك بخمسة ديال السرعات يدوي ذات جر امامي. السياره كتبلغ السرعه القصوى ديالها 160 كيلومتر. الابعاد ديال السياره مثاليين بحيث ان الطول ديالها كيبلغ
7390 ملم والعرض ديالها 1832 ملم. الارتفاع الكلي ديال السيارة كيبلغ 1854 متر ملمتر عفوا. ابرز ما كتميز به هذه السياره هذه هي المساحه الداخليه ديالها واللي كتبلغ 790 لتر من حيث الكوفر مع امكانيه ديال طي المقاعد الى اخره. مع الاسف عدد المقاعد اللي متوفره عندنا في المغرب هي ذات الخمس مقاعد، علما انها متوفره حتى في سبع مقاعد بالنسبه للفواتير اللي تكوميرسياليزاو او اللي تم الانتاج ديالهم والتسويق ديالهم في اوروبا. السياره كانت وفرات واحد لافونتاج للناس المهتمين بها، بحيث ان الصيانه ديالها كانت فابور المده ديال سنه، دونك السنه الاولى بعد الشراء. ما متاكدش واش هذه النقطه هذه مازال حاليا فالابل بالنسبه لهذه السياره هذه اللي خداها مؤخرا، يقدر ياكد لنا هذه المعلومه هذه ولا يفندا. من بين ابرز النقاط السلبيه اللي كتسجل على هذه السياره هذه وكتعاود، دونك التسويق ديالها في الدول الافريقيه، دونك كنهضروا على النسخ اللي متوفره عندنا، هي لا بواط اوتو لي بواط فيتاس اوتوماتيك. دونك هاد الاخيره هادي ما كتشوفرش على البواط اوتو، كاينه غير في المانيوال كيف ما قلنا بخمسه ديال السرعات. اضافه ان هاد السياره هادي كتوفر فقط دو زيرباك كوندكتور او باساجي، شيء اللي تيقلل من لا سيكوريتي ديالها وما تيعطيناش الثقه كامله في السياره. ولكن كتبقى متميزه على السياره اللي هضرنا عليها في الاول، لا من حيث القوه المحرك، لا من حيث الكفاءه ديالو، او لا طوني دروت اللي كتبقى احسن من البيبر بكثير. الى سولتوني على احسن سياره في هذه الفئات هذه، غادي نقول لكم باللي على حساب التجربه ديال الناس اللي دوزوها مع الفولكس فاجن بجميع الاشكال ديالها، كتبقى تجربه ممتازه، وخصوصا في النسخ القدام اللي كانت كتعتمد مونتاج ديال المانيا بشكل كلي. كتبقى القديم من بين احدث الانتاجات ديال شركه الفولكس فاجن، بتوفيرها واحدة من بين أكثر النسخ مبيعا للسيارات، كتوفر إمكانيات مزيانة وصالحة للتنقلات الشخصية وكذلك المهنية أو للأغراض عملية. بهذا السيارة هذه قدرت شركة الفولكس فاجن تنافس بشكل كبير وتوفر وتفوق عفوا على الصناعات الفرنسية في هذا المجال. السيارة ما كتختلفش من حيث الحجم، سواء ديال التخزين أو الحجم الداخلي على السيارات اللي هضرنا عليهم، بحيث أن المساحة المتوفرة فيها كبيرة كذلك، وكتبلغ مساحة الكوفر 750 لتر. أكثر حاجة تخليني نختار الكادي هي أولا المحرك اللي كتوفر فيه أو اللي كتوفر هذه الفئة هذه، واللي من سعة 2 لتر بقوة ديال 100 دي شوفو، بعزم دوران كيبلغ 340 نيوتن في المتر، سرعة قصوى اللي كتوصل 186 كيلومتر في الساعة، وتسارع مثالي مقارنة مع الحجم ديالها اللي كيبلغ 8.8 سكوند باش تبلغ مسافة 100 كيلومتر في الساعة. سيارة قوية، يعني الحجم ديالها مع القوة ديال المحرك ما تيشكلوش مشكل بتاتا. إضافة أن الفولكس فاجن ما كتوفرش في هذه الفئة هذه خصائص اللي كيبقاو عادية، بل كتوفر جميع المميزات اللي ممكن تلقاوها في السيارات الرياضية ذات الاستعمالات العائلية. فيها كل ما كيحتاجو السائق، سيستم نافيغاسيون جي بي اس، ريغولاتور دو فيتاس الى اخره. لي زوبسيون كيبقاو كثار، لا من حيث لا سيكوريتي لا من حيث الكماليات. ما نحتاجوش نهضروا على شي حوايج اللي الفولكس فاجن كيبقاو عندها من بين الاساسيات. سياره قليله الاعطال سيرتو الناس اللي خداوها جديده ولا اون دوبل في. سياره كتميز بالسيلاك المنخفض للوقود رغم ان المحرك ديالها قوي وذو سعه كبيره. بعض النسخ اللي في اوروب كيتميزوا كذلك بخاصيه الركن الذاتي، إضافة الحساسات الجانبية للسيارة لتفادي الصدمات عند الركن أو أثناء الركن ديال السيارة. السيارة متوفرة في بزاف ديال النسخ في المغرب، حوالي 6 ديال النسخ اللي كاينين أو 5، كتبدا من 16.5 بالنسبة لونتريد غام، وكتبلغ 24.5 مليون بالنسبة للنسخة الهايلاين ديالها. فوالا الإخوان، كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار هذا، وكانت آخر حلقة من الحلقات ديال السيارات النفعية ذات الاستعمالات المهنية والشخصية. دونك حاولنا نوفروا لكم 3 ديال الحلقات مع 6 ديال السيارات، كل حلقة كانت فيها 3 السيارات. اللي مازال ما شافش الحلقات الاولى يمكن له يرجع ليهم، راهم كاينين في القناة، ولا يخلي لينا كومونتير باش نخليو ليه الرابط. ما نطولوش عليكم اكثر من هكا، نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تابوناو في لاشين الاحتياطية ديالنا كيف ما قلنا لكم. تشلاو فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد قريبا،
إلا كانوا شي اقتراحات يمكن لكم تخليهم لنا. Oh.